فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن. إيش معنى الإمام ضامن؟ رواه أبو داود وغيره. إيش معنى ضامن؟ يضمن صلاة من وراءه، يضمن صلاة من وراءه. ولهذا كثير من أهل العلم كانوا يتحرجون من الإمامة لأجل ثقلها، أن الإنسان يضمن صلاة من وراءه، وإذا كثر الجمع كبر الثقل. إذا يصلي وراك 100، 200، 1000، يعني أنت تضمن صلاة هؤلاء. وإذا كان الإنسان يستثقل أن يضمن رجلا في سداد 1000 ريال، فكيف ثقل أن تضمن صلاة 1000 يصلون وراءك؟ فمن يكون إماما للناس ينبغي أن يحرص على تعلم أحكام الشرع ويتفقه فيها.